الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 46 بعد 100 تحت عنوان القيمة المتوقعة والتباين للمتغير العشوائي، The Expected Value and Variance of a Random Variable. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية في كافة أرجاء الوطن العربي والعالم بإذن الله. على بركة الله نبدأ. القيمة المتوقعة والتباين المتغير العشوائي، The Expected Value and Variance of a Random Variable. قد نبدأ في مقطع سابق مقدمة في نظرية أو علم الاحتمال Probability Theory، وأتينا على تفاصيل حول فضاء العينة Sample Space بالشرح المفصل، ونقطة العينة Sample Point، وبديهات أو بديهيات الاحتمال Probability Axioms. سنقدم بإذن الله تعالى في هذا المقطع المبادئ الأساسية لمفهوم المتغير العشوائي Random Variable، والقيمة المتوقعة Expected Value له، وكيفية حساب القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي، ودوال للمتغير العشوائي أو ما يسمى Functions of Random Variable، وتباين أو Variance المتغير العشوائي، ومبادئ مهمة أخرى مطلوبة في نظرية الاحتمال. تعريفات: يعرف المتغير العشوائي بأنه متغير تحدد قيمته بناء على آلية احتمال معينة، بناء على آلية احتمال معينة. فنقول مثلا أن احتمال أن يأخذ المتغير العشوائي X القيمة A هو احتمال كذا وكذا، probability هالنقطة هاي تعني يعني شيء غير محدد بالنسبة لنا الآن، شرط أن تتسق قيمة الاحتمال P مع بديهيات الاحتمال التي أتينا عليها في مقدمة نظرية أو علم الاحتمال Probability Theory، راجيا الرجوع إليها للتذكر. مثال على المتغير العشوائي من تجربة رمي النرد، حجر النرد أو ما يسمى حجر الزهر ببلاد الشام. لنفترض أن المتغير العشوائي X يرمز إلى الرقم أو العدد الذي يظهر من تجربة رمي حجر النرد مرة واحدة. يكون فضاء العينة كما يلي: فضاء العينة S يتكون من Sample Point X، عندي 6 قيم، لكل X لكل قيم المحصورة بين 1 و 6، 1، 2، 3، 4، 5، 6. الآن قيمة ما هذه؟ قيمة ما، إما 1 أو 2 أو 3 أو 4 وهكذا أو 6، قيمة ما من المتغير، حيث يأخذ X، هذا الآن X، هذه القيم الصغيرة، قيمة موجبة كاملة محصورة بين 1 و 6. الآن هذا X، حتى لا نربك X الكابيتال الكبيرة الحمراء مع X الصغيرة الزرقاء، هذه قيمة محددة وهذا رمز المتغير العشوائي. فالقيم محصورة بين 1 و 6 قيمة كاملة، 1 أو 2 أو 3 أو 4 وهكذا، فبتكون موجبة وكاملة انتجر. الآن تعرف القيمة المتوقعة، عرفنا احنا ما يسمى بالمتغير العشوائي بأنه متغير تتحدد قيمته بناء على آلية احتمال معينة. الآن ما هي القيمة المتوقعة المتغير العشوائي X؟ بأنها الآن تعرف بأنها مركز توازن احتمال المتغير، وهي القيمة التي يتوقع أن يأخذها المتغير العشوائي، وتمثل متوسط توسيع ميو للمتغير العشوائي، ويماثلها المتوسط الحسابي X bar في الإحصاء الوصفي، وعادة ما يرمز لها بالرمز Expected Value of X، هذه القيمة المتوقعة على X تساوي ميو صف X، ميو للمتغيرات X أو القيم X، حيث القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي X هي الآن القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي X تساوي حاصل الجمع لكل قيم X من X الأولى حتى النهاية مضروب في احتمال كل واحد منها. إذا القيمة المتوقعة للمتغير X هي حاصل جمع قيمة الحدث هذا، إما 1 أو 2 أو 3 أو 4 وهكذا حتى 6، مضروبا باحتمال الحدث نفسه. طبعا سنبين ذلك بالاحتمال بالأمثلة. هذا التعريف ينطبق فقط إذا كان المتغير العشوائي متقطعا discrete، أي بمعنى آخر
ليس هناك استمرارية بين قيمة وأخرى، هناك انكسار. شريط طبعا أن تكون قيمة الجمع ملتئمة، هاي القيمة يجب أن تكون محددة أو ملتئمة، ما يسمى بلغة الرياضيات convergent value، وسنوضحها بإذن الله. تعريفات، عفوا نرجع، هاي الآن القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي كتعريف الرياضيات له، قيمة متوقعة للمتغير العشوائي X هي expected value of X تساوي الانتجريشن أو التكامل من ما لا من ما لا سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية موجب لحاصل ضرب الآن كل قيمة مضروب في الدالة، دالة الاحتمال، كثافة الاحتمال طبعا في التغير، هذا صيغة الاحتمال. هذا شرط إذا كان المتغير العشوائي متصلة مستمر continuous، شريطة أن تكون قيمة التكامل محددة finite بلغة الرياضيات. ومن الطبيعي أن أذكر هنا سنحصر حديثنا في هذا المقطع حول المتغير العشوائي المتقطع فقط discrete random variable، discrete random variable. مثال، مثال القيمة المتوقعة رمية قطرة نقد، عفوا نرد، مرة واحدة لنرمز للعدد الرقم الحاصل ب x. إذا فإن الآن السامبل سبيس الفضاء العينة يتكون من السامبل بوينتس أو ما يسمى بنقاط العينة، هاي الأكس الصغيرة الزرقاء التي ترمز إما إلى الواحد أو الاثنين أو الثلاثة، طبعا لكل القيم المحصورة بين الواحد والستة، بكون الواحد أقل أو يساوي أي قيمة منها، وستة بتكون أعلى أو أكبر أي قيمة منها. ما يعني الآن بأن القيمة المتوقعة للسامبل سبيس أو نقاط السامبل سبيس تكون كما يلي: حاصل جمع كل قيمة من هذه القيم مضروب باحتمال حدوثها وتساوي طبعا المتوسط لها، وتساوي كل احتمال كل واحد السدس مضروب في 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6، هذه السامبل بوينتس أو نقاط العينة، القيم الممكنة، الممكنة التي قد تظهر على وجه حجر النرد، واحتمال كل واحد منها سدس، وبالتالي سدس في حاصل الجمع كما هو التعريف هنا ويساوي 3.5. هذه القيمة المتوقعة، وهذه قيمة كل مشاهدة ممكنة، الواحد أو الاثنان أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو الستة، وهنا طبعا احتمال كل مشاهدة ممكنة، احتمال الواحد أو احتمال الاثنين أو احتمال الثلاثة وهكذا. وأخيرا هنا طبعا وسط المجتمع اللي هو القيمة المتوقعة ميو، والنتيجة بتكون 3.5 نتيجة حساب القيمة المتوقعة. الآن هاي الرسمة البسيطة بتدلني على أنه هذه القيم للمتغير العشوائي X 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6، فقيمة ما يسمى الوسط، وسط المجتمع، أتى تقريبا بمنتصف المسافة 3.5، وهي القيمة التي نتوقع أن يأخذها المتغير العشوائي X بالمتوسط إذا أجريت تجربة رمي النرد لمرات عديدة. طبعا في كل مرة بطلع يعني يظهر رقم معين أو عدد معين، لكن بالمتوسط إذا رمينا الحجر عدة مرات حتى نرى ما يظهر، ما يظهره الحجر، طبعا وجه الحجر الوجه الأعلى، طبعا هكذا يعني التجربة تتم، فبالمتوسط بكون عند المتوسط تقريبا 3.5. التمثيل البياني، الآن التمثيل البياني يمكن أن نمثل التوزيع الاحتمالي، ما يسمى probability distribution، التوزيع الاحتمالي لهذه التجربة لفضاء العينة sample space من رمي حجر النرد مرة واحدة كما يأتي. الآن هال الاحتمالات، احتمال X تساوي X 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6، كل واحد منها السدس سدس 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 وهكذا. فالتمثيل البياني على المحور الأفقي بكون النتائج الممكنة، وعلى المحور العمودي احتمال الحدوث، احتمال حدوث الواحد أو الحدث واحد، طبعا حدوث أو probability of occurrence أو اثنين أو ثلاث وهكذا. فعند الواحد هاي النتائج ممكن 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. الآن احتمال الواحد هو سدس، احتمال الاثنان سدس، أو احتمال الثلاثة سدس، احتمال الأربعة سدس، احتمال الخمسة سدس، واحتمال الستة سدس،
وبالتالي المتوسط هنا يقع تقريبا ليس تقريبا بالضبط حسب الاحتمال، ويساوي ميو اوف اكس تساوي 3.5. هذا هو توزيع منتظم متقطع، يسمى هذا التوزيع منتظم لانه الارقام او الاعداد او الاحتمال كلياتها متساوية، لكن المتقطع لانه في فراغ وهنا فراغ وهنا فراغ، ليس هناك استمرارية بين القيم. وطبعا اذا الان رمينا القيمة المتوقعة متغير عشوائي في حال رمي حجرين الناد، يتكون فضاء العينة من 36 زوجا أو 36 زوجا مرتبا على المستوى الديكارتي، وتحسب القيمة المتوقعة كما يأتي. لنرمز لمجموع العددين أو الرقمين الظاهرين بواي. إذن فإن الآن عندي هاي الحجر الأول وهذا الحجر الثاني، فلاحظوا أنه 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. الآن ممكن يظهر يعني يظهر عندي لما نرمي عندما نرمي حجرين النرد بيكون عندي 1-1 هذا احتمال، أو 2-1 3-1 وهكذا، وطبعا أفقيا وعموديا، فبكون عندي 36 زوجا مرتبا بتكون كما يأتي. الآن هاي القيمة المتوقعة على واي، احتمال واي حاصل جمع واي مضروب احتمال واي تساوي ميو اوف واي، وتساوي الآن 2 أقل رقم يمكن أن يحدث 2، ومن بعده 3-4 وهكذا، وآخر رقم يعني مشابه بكون أعلى رقم أو أعلى عدد أعلى قيمة بتكون 12، فأقل قيمة بتكون 2 وأقل وأعلى قيمة 12، فاحتمال 2 يساوي 1/36، احتمال 3 2/36، احتمال 4 3/36 وهكذا. عندما نصل للسبعة هو هذا أعلى احتمال، احتمال أن يكون حاصل جمع أي من هذه الأرقام 7، بكون 6 احتمالات من 36 احتمال، وتأخذ بالانخفاض حتى نصل ل 12، بكون الاحتمال هنا يساوي الاحتمال هنا، فبكون المجموع 252 مقسم على 36، فبكون المتوسط يساوي 7. المتوسط يساوي 7، دعنا نمثل ذلك بيانيا. التمثيل بيان الاحتمالات من المثال السابق، هذا هو طبعا دالة الاحتمال المتقطعة، هاي أقل رقم أو عدد بيكون 2، ويصعد الرقم 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، فهذا احتمال كل مجموع، هذا المجموع إذا مجموع الرقمين أو الوجهين بيكون 2 1/36، 3 2/36 وهكذا. عندما نصل إلى 7 نجد بأن 7 تأخذ أعلى احتمال، وثم يأخذ بالانخفاض احتمال حتى نصل إلى 1/36 كما هو الحال هنا. فعندي توزيع ما يسمى متماثل. الآن هذا هو توزيع هذا الاحتمال، أقل عدد بيكون 2 وأعلى عدد ظاهر 12 إذا جمعنا طبعا، وهذا الاحتمال هاي عندي 1/36 هنا، 1/36 هنا، 2/36، 3/36 وهكذا. فهذا هو توزيع فضاء العينة. لاحظوا التماثل على إلى يمين السبعة وإلى يسار السبعة. الآن هذا هو ميو أوف إكس تساوي 7، وهذا ما يسمى توزيع متماثل symmetric distribution أو symmetrical distribution كما يسمى في الأدبيات الغربية في الرياضيات. مثال آخر مثال القيمة المتوقعة لدالة في المتغير العشوائي، القيمة المتوقعة لدالة في المتغير العشوائي أو ما يسمى function random variable. يمكن حساب القيمة المتوقعة لدالة في المتغير العشوائي X، سأوضحها بعد قليل، أي القيمة المتوقعة لمربع أو مكعب أو أي دالة في المتغير العشوائي وهي معروفة function of random variable. وعلى سبيل المثال دعنا نحسب القيمة المتوقعة لمربع العدد الرقم الظاهر من رمي حجر النرد مرة واحدة. لنرمز إلى المتغير العشوائي بX، المطلوب هو قيمة القيمة المتوقعة لمربع X أي X تربيع. الآن القيمة المتوقعة لX تربيع تساوي حاصل جمع من ربع كل قيمة نضربها باحتمالها، وتساوي السدس في الاحتمال، 1 تربيع + 2 تربيع + 3 تربيع + 4 تربيع + 5 تربيع + 6 تربيع، وتساوي 15
فاصلة 167 هذا هو الآن القيمة المتوقعة، ولا تساوي مربع القيمة المتوقعة. لاحظوا لي، هي القيمة المتوقعة للمربع ولا تساوي مربع القيمة المتوقعة التي حسبناها قبل قليل 3.5. نكمل مثال آخر، لنفترض الآن القيمة المتوقعة لدالة في المتغير العشوائي، القيمة المتوقعة للجذر التربيعي للعدد الظاهر من تجربة رمي حجر مرة واحدة، لنرمز إلى العدد الظاهر بالرمز X والمطلوب هو الجذر التربيعي لـ X. الجذر التربيعي، القيمة المتوقعة للجذر التربيعي لـ X يساوي حاصل جمع الجذر التربيعي، كل قيمة منها مضروب بالاحتمال. فهاي القيمة المتوقعة للجذر التربيعي الآن سدس في الجذر التربيعي للواحد زائد الجذر التربيعي للاثنين زائد هل من سكر القوس هنا، يعني بعتذر عن الخطأ هنا الطبيعي أن يجب أن نغلق القوس هنا، فبكون بالحالة هاي حاصل جمع هذه الجذور التربيعية مقسم على 6 ويساوي 1.8053، ولا يساوي الجذر التربيعي للميو الأصلية. أرجو الملاحظة، هذه ملاحظة مهمة. أمثلة تباين المتغير العشوائي variance. الآن يحسب التباين أو يعرف تباين المتغير العشوائي X بأنه القيمة المتوقعة لمربع التباين، تباين المتغير العشوائي هو القيمة المتوقعة لمربع حاصل الفرق بين المتغير العشوائي ومتوسطه، وتستخدم الصيغة الآتية في حساب تباين المتغير. هذا variance للمتغير العشوائي X يساوي القيمة المتوقعة لحاصل الفرق بين المتغير العشوائي ومتوسطه تربيع، من ربح تربيع. عند فك القوس نحصل على الفارينس لأكس تساوي القيمة المتوقعة لمربع أكس، مطروح منها القيمة المتوقعة لاثنين أكس لأن فكينا القوس، لأن اثنين أكس بميو زائد ميو طبعا هو متوسط زائد مربع المتوسط. هذه الآن الصيغة النهائية، وأرجو التأمل فيها بانتباه حتى المتابع أو الطالب أن يدرك كيف حسبناها. سأتركها للطالب لأنها بسيطة جدا لكن تمرن عقله حسب يعني ما تعلمه من كيفية حساب القيمة المتوقعة، وبالتالي بكون الصيغة النهائية للفارينس تساوي القيمة المتوقعة لمربع X مطروح منه مربع المتوسط أو القيمة المتوقعة للمتغير نفسه. هذه الصيغة المبسطة. طبعا هنا سنأخذ مثال، مثال تباين المتغير العشوائي المتقطع. تباين المتغير العشوائي الحاصل من تجربة رمي قطعة النرد أو حجر النرد لمرة واحدة. الفار variance of X هو تباين X يساوي القيمة المتوقعة لمربع X مطروح منها مربع المتوسط. في مثال سابق حسبنا بأن المتوسط يساوي 3.5، وحسبنا قبل قليل قيمة القيمة المتوقعة لمربع X وكانت 15.167. إذن الآن تباين X variance of X يساوي 15.167 ناقص مربع المتوسط، فبكون التباين يساوي 2.917. هاي النتيجة، نتيجة اللي هو تباين المتغير العشوائي X اللي هي هذه الصيغة. الانحراف المعياري standard deviation يأخذ الجذر التربيعي لكن سنوضحه. الانحراف المعياري المتغير العشوائي standard deviation للrandom variable، الانحراف المعياري المتغير العشوائي X هو الجذر التربيعي لقيمة تباين المتغير قبل قليل، وبالتالي X عفوا سيجما لوحدها لأنها بتكون تحت الجذر التربيعي فتصبح سيجما مش غير مربع، تساوي الجذر التربيعي لمربع التباين ويساوي الجذر التربيعي لـ variance X ويساوي الجذر التربيعي للقيمة المتوقعة على X المربعة، قيمة متوقعة لـ X تربيع مطروح منها مربع المتوسط. مثال الانحراف المعياري من تجربة رمي حجر النرد، الانحراف المعياري للمتغير العشوائي في المثال السابق هو الآن سيجما أو الانحراف المعياري يساوي الجذر التربيعي للتباين 2.916 ويساوي 1.7076. شكرا لكم على حسن متابعتكم.
المقطع القادم بحول الله تعالى سيكون عن تجربة برنولي ترايل. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد، لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.